قرار الذي اتخذه مجلس اليوم المجلس الأمن اليوم هو قرار تاريخي، لأنه بالإضافة إلى تجريمه وتأكيده على ضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل، فإنه يقرر وفق منهجية محددة بدء المراقبين في الذهاب إلى سوريا لمراجعة ومراقبة وتفتيش الترسانة الكيماوية السورية والبدء في تدميرها، معناه أنه تدمير أكبر ترسانة كيماوية في عالم اليوم.